هذه الوالدة ديالي عايشة معايا 3 سنين وهي معايا. كنا ساكنين هنايا في الكاريان، خدينا استفادة ديال الديور هنا. شاركت معايا واحد الدري اختي عواشق ناعمة، شاركت معايا في الدار، عطات 7 المليون، عطينا هنا 100 ألف، 5 المليون و100 ألف. شاركت معايا بالدار، ملي جات بنتها من الغربة عجبتها الدار، قالت لك عطيوني الدار ولا عطوني 7 المليون. قلنا لا، قلت لها ما عنديش من يرد لك 7 المليون ديالك. قالت لي عطيني الدار، قلت لها شريو لينا. قالت لي نشريو ليكم. شرات لينا النص ديال الدار. قالت لي راه كتبتها لك سميتك انت وامك، وما كتبتهاش في سميتي، بقات سميتها. والوالدة عايشة معايا. وانا الخدمة ديالي كنبيع على الطوارو، كندبر داك البلاستيك والغراف وداك الشيء كنبيعو باش كنشري الدواء. الوالدة وليا، وقالت لي دابا جابتني هنا، قالت لي ديني عند ولادي، جيت عند بنتها هي ساكنة هنا، قالت لي ما عندي ما ندير لها سير لوحة بنتها، قالت لي سير لوحة ما عندي ما ندير لها، ديتها عند ولدها هو ساكن هنا، بركت عندو شي أيامات، قالت لي ديني ما نبركش عندك، عاودو جابوها عندي. دابا راه جبتها هنايا، قالت لي ديني عند بنتي، بلي جبتها عند بنتها ما بغاتش الشدة، وشكرا ما بغاتش الشدة. قالت لي ما عندي ما ندير لها، انا قالت لي امي مريضة وانا مريضة ما عندي كي ندير لها. ديت عند ولدها هنا قال لي توا ما عندي كي ندير لها. غوت لها بنت اللي في المحمدية، قالت لي ما عندي ما ندير ليكم، انا الدار شريتها ليكم، والدار واخا شريتها لينا ماشي بسميتي، سمية امي. الدرام ليسانس ولا الدرام ماسو، بقاوش يقلبوا على الشوا. الله يرحم لكم الوالدين، وقفوا معايا الله يرحم لكم الوالدين. هاد الامي ما راه غادا تبقى مليوحه هنا في الزنقه. دابا الوالده هي مليوحه هنا في الزنقه، قلت لها عاودي رجعي معايا ما بغاتش ترجع معايا، وكيتخيلوا لها التخيلات، كيتخيل لها الضو في الحيط، كيتخيلوا لها العيالات راه معايا، انا ما مجوج ما والو ما معايا عيالات. الساكنه راه كتعرف كل شيء، عارفه هذا الشيء، والوالده هي في المليوحه، ودابا راه حتى شي واحد ما بغى يدخلها، لا ولادها لا حتى شي واحد ما بغى يدخلها، ولا اله الا الله محمد رسول الله. انا ما طالب من اختي في المحمديه، ما طالب منها والو، طالب منها تجدي امها، جدي الوالده ديالها راه ما بغاتش تريح معايا، هي كتغوت ليا في الليل كتبدا تغوت، انا عيمه بنيتي، ليلى بنيتي، جي وديوني، وشكرا والله يرحم الوالدين. شبعوا مشاهدينا شعبر. اخويا بقى فينا الحال بزاف، ما بغاوش يشدوها ولادها، لا بنت بنتها ولا واحد ولدها هنا باقي في الشركات، ما بغاوش يشدوها. واش غنديروا لهم دابا؟ يلا كتدخل، قالت لك دخلت القايده باش غتجي ديها الجمعيه ديال الرعايه ديال الناس الكبار. عندها ولادها وعندها بنتها شاريه لها ابارتمون في سيدي مومن، ما بقاش باغا تبرك مع ولدها. قالت لهم حقك يضربني، لان مسكينه مريضه السيده فيها الزهايمر، وكبرت مره كبيره راه فايته المياه، راه بنتها قدها بحال هكايا، بحال تشكيل بنتها بحال هكا، وبنت بنتها لا حتى قالت لهم لوحوا على الزنقه ما عندي ما ندير لها. ها ليسانس مازو وداك ليسانس مازوط اخويا ما بانش لك بزاف، 7 دراهم 800 درهم، خدامين عليه وخدم عليه ونتعاونوا معاكم كامل، 7 دراهم ماشي اخر نص دقيقه، حنا يرد لنا 7 دراهم 800 درهم ويبقى 7 دراهم 800 درهم. السلام عليكم ورحمه الله. خويا تمينا، ورا خويا تمينا فايقين على الصباح اخويا، تفاجئنا بهذ الفاجعه هذيك، بنت ما خلاتهاش تدخل، حيت شو ولده مسكين حشم، قال لك الوالده ديالي دارش كاكا حوايجه حاشاك خويا، هو ممرق قال لك شنو
قال لك انا نهز امي، قال لك ما عطاها حتى شي واحد، وبنت بنتها ما بغاتش تشد عدى، قالت لها بقى عليا الزن احشومه اخويا. هو راجل هو مسكين، هو مسكينه، هو مسكينه، واخا هو مسكين ابوها، واخا هذيك شي خدمة شريفة كيدبر على راسه حلالا طيبة، فهمتي اخويا هادشي كي تزعزع القلب وشي بورش اخويا. بنادم الا ما حنش في والديه راه ما كاين والو اخويا، راه رجلنا تحت اقدام الامهات، اليوم مالك وغدا عليك راك متودين وتودان، غديروا لهم بنات غديرها بنت 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 بنتها بنت بنتها، هي اللي ما خلاتهاش تطلع، بنت بنتها هي اللي ما خلاتهاش تطلع، بنتها راه قال لك عندها شي 96 عام، وبنت بنتها عندها شي 40 عام محشومات، وانا ندا معايا للدار انا نسكن انا، وكان يكشفوا لي ما يتابعونيش لا الا طرات لا شي حاجه، لا ما شموت الله الله يرحمها، نبقى عندها شاده في الدار انا، ما عنديش حتى مشكل، غرام ديال المشكل ما عنديش. وخويا علاش راه بالوالدين احسانا، راه بالوالدين احسانا، الله يسمح لنا، راه الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك امك ثم امك ثم امك ثم ابوك، راه فضل على الاب، راه حشومه اخويا، اللهم انا هذا المنكر اخويا، والناس كاملين اخويا هادو، الناس كاملين قلبهم مدرم، كاملين قلبهم مدرم، هذا راه هذه راه فاجعه، هذه راه فاجعه، فين هما دوك اللي كيضلوا يتصدقوا اللي كيبقاو يصوروا بنادم كيسير فيات يديروا فيديوهات، راه حنا فلوقات راه كنعطيو الحواله للمساكين ولا شي حاجه. هيا شوفوا هاد المراه مسكينه، ولدها باغي يشد الراجل مسكين، حتى هو كبير في السن ما بغاش تريح معاه كاع حشوم، وبنت بنت هادي راه خاص الرعايه ديال العيالات ماشي ديال الرجال. وولدها مسكين قال لهم انا ما نقدرش نفرط في امي، قال لهم انا قال لهم امي تمشي للجمعيه راه ما يدينيش النعاس. شو ولدها مسكين شنو قال، ولدها مسكين شنو قال، شو شحال في عمره وخدمه ديالو ورغم السن ديالو، قال لك امي ما نقدرش، الا امي مشات لدار العجازه ولا شي جمعيه امي راه صار ما غيدينيش الناس. اللهم انا هذا المنكر، حسبنا الله ونعم الوكيل اخويا. واخويا راه اليوم عليك وغدا عليك، امشي اليوم عليك وغدا عليك، كما كنقول احنا الدراري الصمت كدور والبزيه ما تيفلق، كما دار كما دارت بنت بنتها كما دارت لهاد السيده ولادها تاهما ولا تزوجات راه حتى هي غيديروا لها هادشي، حتى هي غيطرى لها بحال هكا، حسبي الله ونعم الوكيل. والساكنة كاملة كتشوف الناس كاملين صحابي خاطرهم دارهم، ما تشوف العيالات راه من قبل هما واقفين معاه مساكن، وحدة قالت لها يلا نديك معايا للدار تشاي، واحد المرأة مسكينة من قبل وهي كتبكي راه حضرات راسها ومشات، راه الناس راه حشومة، راه الساكنة كاملة راه كتختنا، راه الدراري الدراري جاو بغاو يطلعوا عليها حتى للدار حشومة. اللهم انا هذا المنكر، رفقوا بهاد السيدة بحال هاد السيدة، وخشا نقول لك اخويا اخر كلمه والديهم بحال هكا، الله ياخذ فيهم الحق اخويا، حسبي الله ونعم الوكيل، انقول 100,000 مره خويا راه بالوالدين احسانا، وان شاء الله فهمتي والدينا كبرونا حتى حنايا خاصنا كما سهروا علينا ورعاونا ورعاو، فهمتي اخويا راه ما اللسان ديالي عاجز عن الكلام، قلبي ضرني قلبي تقطع، انا تحترت بزاف الله يحفظك ويحفظك. المهم شنو تقولي فيه؟ انا ولدي غادي غنصخر، انا ولدي غادي غنصخر، انا غادي غنصخر اصلا، يلاه ساكنه هنا جديده غادي غنصخره، ملي شفت هاد المراه بقات فيا ماشي ضرني خاطر راه بزاف كاع اكثر من خاطر، وحشومه تربيهم وتراعيهم وتهزهم 9 شهور وتردعهم وعامين في الظهر في الاخر يجيو لحوها وحده فيهم، علم الله شحال عندها من بنت، الله ما عارفه شحال عندها من بنت، انا ما عارفاش، انا ابقى في الحال، انا ما كرهتش امي دابا الان، دابا امي ميتة 8 سنين الله يرحمها، وما كرهتهاش دابا ما عرفتش شنو ندير ليها، ما عرفتش شنو عينيا نعطيهم ليها وحق الله العظيم، ولكن بحال هاد هادي بحال هاد واش ها خويا بحال هاد هاد المراه هادي واش هادي تلاح هادي، راه لا يعقل، شوف راه ما مشي حشومه راه عيب عيب وعار، على الاقل وحده فيهم تهزها، وهذيك بنت وانت اللي جرات عليها والله ما والله ما غدوز على طريفه، علاش؟ لان الله كيشوف، وراه حنا باش حنا رحمنا الله لحد الان، لحد الان رحمنا الله راه بهم هما وبهاد الدراري الصغار والحيوانات صافي باش رحمنا الله، اما اما الناس الكبار اما الناس بحالنا حنا لا حنا كنهضروا على هاد المراه مسكينه، انت ولا في كاميرا صافي خليها عادي. مشبع ومشاهدي جرس عبر، نستودعكم الله في مباشر اخر ان شاء الله. مرة مسكينه راه الساكنه كامله درة خاطره الله يعاون. مشبع ومشاهدي جرس عبر، نستودعكم الله في مباشر اخر.